مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا عن حديث الساعة. سنتكلم عن موضوع مهم جدا حكت عنه وسائل الإعلام بشكل عام، اللي هو قرار الحكومة الفيدرالية الكندية بإلغاء اتفاقية الدولة الثالثة أو Third Country Agreement، Safe Third Country Agreement بشكل عام الاسم الصحيح. وطبعا لما صدر القرار كثير ناس بدأوا يسألوا هل معناها أي شخص، شو هو هذا القرار أول سؤال، هل معناها أي شخص بده يجي لجوء من أمريكا إلى كندا بيستطيع الآن عن طريق الحدود الطبيعية أم لازم يروح على الحدود الغير رسمية؟ إذا جاء عن طريق الحدود الرسمية كيف ممكن يدخل وكيف مش ممكن يدخل؟ كل هاي الأسئلة الآن عم تسأل، هل نفذ هذا القرار أم هل المحكمة الفيدرالية ممكن أو الحكومة الفيدرالية ممكن أنها تطعن في هذا القرار؟ كل هاي أسئلة وأسئلة كثيرة اليوم حنجاوبها معكم في موضوع مهم جدا مع ستاتيك إن ساوند. شكله أوكي، حنحاول. أهلا وسهلا بالأستاذ طارق فرح، مستشار الهجرة القانوني في مدينة أوتوا. أهلين أستاذ طارق. مرحبا مرحبا دكتور جمال، كيف حالك؟ الحمد لله. اليوم حنحكي عن موضوع مهم جدا، بس أول شيء حابب أعرف بالأستاذ طارق. الأستاذ طارق هو مستشار هجرة مرخص من قبل وزارة الهجرة وإدارة مستشاري الهجرة، يعمل من مدينة أوتوا ولكنه طبعا يعمل في جميع القضايا في جميع كندا، ومن الناس اللي أنا very proud of him إنه كان rated one for several years in row one of the three best immigrant consultant in Ottawa على موقع اسمه threebestrated.ca. ممكن تدخلوا على هذا الموقع threebestrated.ca وتشوفوا الأشخاص بمهن مختلفة، ولكن الأستاذ طارق فرح كان أحد المستشارين اللي موجودين من ثلاثة. أهلا وسهلا فيك أستاذ طارق. أهلين أهلين دكتور جمال، شكرا على هالمقدمة الحلوة وإن شاء الله تكون حوار مثمر اليوم إن شاء الله. احكي لنا عن الاتفاقية هاي اللي بيحكوا عنها، إيش هي هاي الاتفاقية؟ هلأ أمريكا وكندا بلدين متجاورين في الحدود زي ما الكل بيعرف. في سنة 2004 كندا وأمريكا اتفقوا، عملوا اتفاقية مع بعض بسموها اتفاقية البلد الثالث الآمن. شو معناها هاي بالعربي؟ يعني لو في أي لاجئ أجا من الأراضي الأمريكية حاول يدخل على الأراضي الكندية أو بالعكس، البلد بترجعه للبلد اللي أجا منها. يعني فور اكزامبل واحد اجى من امريكا على الحدود دخل على كندا طلب لجوء، كندا بتقول له متاسفين في اتفاقيه بينه وبين امريكا، ارجع قدم اللجوء في امريكا، يو ار نوت اكسبتد في كندا. فهذا القرار من 2004 ساري المفعول، وطبعا كتير كتير من الناس اللي بحاولوا يمرقوا من امريكا الى كندا أو من كندا إلى أمريكا، هو في الإجمال الأغلبية من أمريكا إلى كندا وليس بالعكس زي ما أنت عارف. فأغلب اللاجئين اللي بيجوا على الحدود من أمريكا إلى كندا، كندا عم بترجعهم إلى أمريكا، بتقولهم روح اطلبوا لجوء في أمريكا باستثناء بعض الإكسبشنز. هذا القرار طبعا كتير أضر في عالم، بالذات مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب. طبعا بس ترامب مسك أمريكا، كتير من الناس المخالفين، بالذات المخالفين اللي في أمريكا اللي قاعدين بدون إقامة أو بدون ورق صالح، راحوا هجموا كلهم على الحدود بين أمريكا وكندا. فكندا قالت لهم سوري، احنا عندنا اتفاقية، ارجعوا إلى أمريكا زي ما حكينا من 2004، إحنا ماضيين على أجريمنت مع أمريكا. بس هو بيصير لما يرجعوا عم بيمسكوهم الأمريكان وبحطوهم في الديتنشن سنترز، في السجون. فهلأ لهون دكتور جمال كله واضح ولا بتحب؟ واضح واضح.
فصاروا الناس المخالفين او غير مخالفين بيجوا على كندا عم برجعوهم الى امريكا، فامريكا بتحطهم في السجون. وهذا ما كان قبل موضوع ترامب ادمنستريشن. فصاروا الناس كتير يشكوا ويقولوا هذا الموضوع عم بيعرضنا لخطورة انه نرجع الى امريكا. والموضوع تصاعد، في واحدة بنت من غير ما نذكر جنسيتها او ديانتها او whatever اجت على كندا، رجعوها الحكومة الكندية الى امريكا، راح حطوها امريكا في الديتنشن سنتر في السجن. وكانت فتاة مسلمة الديانة، فقدموا لها الاكل في السجن لمدة 1 month، امتنعت عن الطعام لانه الاكل كان بيحتوي على بورك او شو بتسميه بالعربي لحم خنزير، وهذا ادى الى انه صحتها كتير تدهورت، صار عندها مشاكل صحية. فالمحامين قالوا لها نرفع قضية على موضوع اتفاقية البلد الآمن. من هون تقريبا بلشت قصة القضية اللي انرفعت على الحكومة الكندية. طبعا في ناس كتير بيحكوا لي طب ليش ما راحت رفعت قضية على أمريكا، ليش ترفع على كندا مسكينة؟ فهلأ زي ما انت عارف هلأ كندا متعاقدة على اتفاقية حماية اللاجئين، وكتير كندا معروف عنها بالتعاطف مع اللاجئين بجميع جنسياتهم جميع دياناتهم جميع فئاتهم. فهذا النص القانوني لما راحوا رفعوه للمحكمة الفيدرالية نظرت فيه وشافت انه والله هلأ هذا الوقت احنا مش زي زمان، لو احنا رجعنا اللاجئين على امريكا صار في خطورة على حياتهم، ممكن انه ينسجنوا، ممكن انهم يتعرضوا لظروف صحية لظروف قهرية. فبالتالي رجوع اللاجئين الى الاراضي الامريكية اصبح غير دستوري حسب دستور كندا الذي ينص على حماية اللاجئين. وبناء عليه قررت المحكمة الفيدرالية الكندية قرارا، بس طبعا مع وقف التنفيذ، هلأ بشرح لك شو قصة وقف التنفيذ، أبطلت الاتفاقية اللي هي المثيرة للجدل مع الولايات المتحدة. فبناء على قرار المحكمة بطلت هذا الاتفاقية موجودة. يعني نفترض أنه هذا القرار مشي ومشي حاله، رح يصير أي لاجئ يأتي من أمريكا إلى كندا سيتم قبوله وفقاً للقانون. هذا in general. شو معنى وقف التنفيذ؟ وقف التنفيذ إنه بس بدي أسأل هون نقطة قبل ما ندخل على التنفيذ. هل الآن بالوقت الحالي أو قبل هاي الاتفاقية أي لاجئ كان بيقدر يجي عن طريق أمريكا؟ كنا نسمع كتير لاجئين بيجوا على حدود تبعت مانيتوبا وحدود ألبرت شو اسمه كيبيك وكانوا يدخلوا، وكانت حتى في أزمة في شو كانت المشكلة؟ هلأ في ثلاث أنواع من اللي بيجوا من عن طريق أمريكا. النوع الأول اللي ينطبق عليهم الاستثناءات، في استثناءات في اتفاقية 2004، لو كان واحد عنده أقارب في كندا، لو مرته في كندا، أخوه في كندا، عمه في كندا، لو طفل، يعني في فئات معينة لا تنطبق عليه الاتفاقية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، في عدد كبير من اللاجئين اللي بيجوا من أمريكا إلى كندا بدخلوا بطريقة غير نظامية، زي ما بنقول بنطوا فوق السور، فبنطوا من أي مكان. الحدود بين كندا وأمريكا هي عبارة عن مئات الكيلومترات، فبدخلوا جوا الأراضي الكندية عن طريق الهروب، وبوصلوا جوا وبيقدموا اللجوء داخل مكاتب الهجرة الكندية. هدول لا تنطبق عليهم الاتفاقية، يعني معبر غير قانوني نحكي، اللي بدخل عن طريق معبر غير قانوني نوعا ما لا تنطبق عليه الاتفاقية. اللي تنطبق عليه الاتفاقية هم الناس اللي أجوا على الحدود بطريقة قانونية وطلبوا من كندا بليز احمينا من أمريكا، احنا لاجئين وبدنا تساعدونا تحمينا، احنا جايين عن طريق أمريكا وبدنا حمايتكم القانونية. هون تنطبق عليه بسموها Third Safe Country Agreement. You are coming through the United States of America، جايين عن طريق أمريكا، يجب
نتقدموا لجوء في أمريكا مش عنا. طب أستاذ طارق، ليش ما قدموا في أمريكا؟ يعني أمريكا برضو بتأخذ لاجئين، أنا أكثر من مرة شفت في لاجئين عراقيين وسوريين هلا الناس كتير كتير ان جنرال بفضلوا كندا على جميع الأصعدة، يعني حتى احنا بنتعامل مع كتير كاستمرز من الميدل ايست ومن منطقتنا العربية، كلهم بصراحة بفضلوا كندا لكذا سبب. حتى قبل وجود ترامب ما الناس بفضلوا كندا بسبب البنفيتس اللي بيحصلوا عليها، بسبب التأمين الصحي، بسبب الحياة الأسرية والأمان الموجودة في كندا. فعامة in general الناس تفضل كندا. مع وجود ترامب administration صار في نوعا ما تخوف من الجاليات العربية والمسلمة في الوجود جوا أمريكا، عشان بسمعوا حتى لو الكلام كان مظبوط أو غير مظبوط، فهو كتير صار معلوم أو معروف عند العالم إنه ترامب administration they are targeting أو بيستهدفوا الجاليات الإسلامية أو العربية. فالناس خلص صاروا بدهم يهجوا، كيف عنا في الوطن العربي الناس عم بهجوا هلأ كلهم بيشوا على كندا، صارت أمريكا لكنها واحدة من البلدان العربية، بدنا نهج من أمريكا، بدنا نيجي نحتمي في الأراضي الكندية عشان يعيشوا بأمان واستقرار. واضح. طيب الآن الـ Safe Third Party Agreements هاي اللي صارت كان لها مناسبة ووقعتها كندا وأمريكا، والآن الحكومة أو المحكمة الفيدرالية أصدرت حكم بعدم صلاحية هذه الاتفاقية أو إبطالها whatever. بس صراحة أنت حكيت شغلة مع وقف التنفيذ، يعني شو يعني؟ يعني بس حكي ولا في تنفيذ؟ هون في كندا في قانون وفي بروسيجر لازم النظام القضائي يتبعه، ما بنفع هون محكمة واحدة تقرر وخلص، في هون إجراءات كثير. فحكم المحكمة الفيدرالية بسموه suspended، يعني مع وقف التنفيذ. لماذا؟ عشان يسمحوا للحكومة إنها تنقض أو تعترض على وقف التنفيذ، بيعطوهم مجال 6 أشهر إنهم يعملوا أبيل، ينقضوا هذا القرار ويثبتوا إنه لا بليز ستيل إحنا محتاجين الثيرد سيف كونتري أجريمنت. ولهذا لو دخلت على الإميجريشن ويب سايت تاع حكومة كندا، بس تدخل على موضوع الثيرد سيف كونتري أجريمنت، أول إشي بيظهر لك إنه هيها يا سلام عليك دكتور، دايما دايما اون تايم. بس هذا اول شيء، بس تكتب كندا يو اس سيف ثيرد كونتري اجريمنت، لو شفت شو موجود في السطر الثاني، the court suspended its declaration of the unconstitutionality of the regulation، يعني وقفت انه وقفت تنفيذ قرار عدم دستوريه الريجوليشن، يعني قررت المحكمه انه هذا الموضوع يجب إلغاؤه ولكن مع وقف التنفيذ. هون بسموها إنه القرار suspended. هلأ راح يعطوا الحكومة فرصة إنهم بسموها علقت الحكم إفساحا للمجال أمام البرلمان للتحرك. فهلأ البرلمان سيتحرك أم لا ما بنعرف الصراحة، we don't know. هلأ عشان يقدموا الأبيل أو النقد معهم مبدئياً 30 يوم بسموه النوتس اوف أبيل. في خلال ال 30 يوم لو ما استلموا النوتس اوف أبيل خلاص يعتبر القرار نافذ. بس يعني 90% أو أكثر أكيد within the 30 days they will appeal، فبالتالي راح يروح الموضوع شوي عشان يصير نافذ. بس نوعا ما شكله يعني ما بنقدر نقرر او نشوف، بس يعني my opinion انه شكله راح يتم الغائه. في شغله هون كاتبين 6 month، ايش هاي 6 month؟ هلا زي ما حكيت لك في ال 30 days وفي 6 month. 30 days هو عشان يعطوا مجال للحكومه تقرر
to decide انه بدهم to appeal او لا. فمعهم 30 يوم عشان يعطوهم بس indication، يعطوهم فكرة انه ناويين انه احنا نعترض او لا. ال 6 month هي الفترة الكاملة للأبيل، يعني معهم 6 month عشان يقدموا الورق ويقدموا المستندات ويقدموا شو أسباب رفض القرار، وكيف إنه نمنع اللاجئين يجوا من أمريكا في مصلحة كندا أو عدم مصلحة كندا. فمعهم 6 شهور عشان يقدموا جميع المستندات. كلير. هلا هون very clear كاتبين remain in effect، يعني معناها الاتفاقية ما زالت سارية المفعول. بالضبط، زي ما حكينا الاتفاقية هلا اليوم يعني بعد نص ساعة ولا قبل نص ساعة، لو أجا لاجئ على الحدود الكندية من أمريكا رح يقولوا له سوري في عنا اتفاقية مع أمريكا، وارجع اعمل اللجوء تبعك داخل أمريكا. إذا الموضوع اللي تناقلته وكالات الأنباء للأسف منقوص، يعني هم زي اللي راحوا على لا تقربوا الصلاة ووقفوا، طلع بالزبط. اتفاقية بس الناس الآن اللي تبهدلت من وراء وكالات الأنباء اللي نقلت هذا الشيء بدون توضيح إنه لسه ريمين إن إفكت، والناس قرأت هذا الشيء وتكلفت عناء السفر وعناء وجد رفض. والمشكلة أنا سمعت اللي يرفض لا يستطيع انه يقدم مره ثانيه، هل هذا صحيح او صعب جدا؟ لا هو تقريبا صحيح، لانه تقديم اللجوء لكندا هو مسموح وان تايم، مره واحده في العمر، يعني كل شخص مسموح له يقدم لجوء الى كندا مره واحده في حياته. لو قدم هاي المره وانرفضت لا يحق له تقديم اللجوء مره اخرى. احنا كتير بيجينا شكاوي على فكره على موضوع الاعلام العربي وبالذات على الويب سايتس العربيه. يعني انا بقرا، انا كمستشار معتمد من حكومه كندا، بيجيني الخبر من المصدر، بيجيني الخبر الاصلي انه مثلا غدا افتتاح برنامج كذا كذا كذا، بقرا على الويب سايتس العربي بلاقيه مختلف كليا. بلاقي بداية من 1 أغسطس 2020 الهجرة إلى كندا أصبحت مسموحة بدون امتحان اللغة الإنجليزية وبدون مصاري وبدون أوراق. طبعا يعني أنا بستغرب، والمشكلة مساكين في الوطن العربي من غير ذكر أسماء البلدان بيروحوا يا حرام على المكاتب وبيدفعوا، بيدفعوا الدفعة الأولى، بيدفعوا الدفعة الثانية، على أمل إنه كندا بدها مهاجرين بدون امتحان لغة إنجليزية وبدون مصاري وبدون ورق، وبيفاجئوا إنه هذا الموضوع كله خطأ. بيحكوني بيقولوا لي أستاذ طارق لو سمحت في هذا الموضوع إحنا صرنا دافعين 3,000 و4,000 دولار. بقول لهم للأسف I am very sorry بس هذا الموضوع مش صحيح. عشان هيك عارف دائما بنقولهم لما تتعاملوا مع حد اتأكدوا انه معتمد مرخص من الحكومة، في رقم الرخصة وفي كل المعلومات مثلا عني انا شخصيا، معلومات بالكامل موجودة عني في نقابة المستشارين الهجرة. فهدول للأسف بتعرضوا دائما لمعلومات خاطئة وبدفعوا على امل الوصول الى كندا بس عمرهم ما بوصلوا. unfortunately للأسف. يعني شوف في 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 قصة، واحد بعت لي برضه يستفسر من أحد الأصدقاء في الأردن، بقول طبعا وزير الهجرة السابق اللي هو أحمد حسين صرح في أحد التصريحات إنه كندا ستستقبل 1,000,000 لاجئ خلال 3 سنوات، وحكى التفصيل في الموضوع وسيحاولوا إنه يوصلوا لهذا الرقم. ففي مكتب هجرة في الأردن عامل إعلان بالبنط العريض كندا تطلب 1,000,000 أردني للهجرة إلى كندا لها، ونازل يأخذ من هالناس. فبعت لي الصورة بقول لي هل هذا صحيح بدهم 1,000,000 أردني؟ فأنا بتطلع ما فيش من الحكي. المهم راح سأله قال له لا يا رجل، ورجال جريدة أنه أحمد حسين يطلب 1,000,000 لاجئ 1,000,000 مهاجر. ففعلا يعني للأسف جماعتنا أحيانا ببهروا. هلا عم بصير معي كتير هذا الموضوع مع لبنان للاسف. اكيد تسمع انت على اللي بصير في لبنان هاي الايام، عندهم ازمه اقتصاديه طاحنه.
فطلع واحد شكله في التلفزيون او في الجريده اي دونت نو في لبنان قال لهم في برنامج جديد خاص باللبنانيين للوصول الى كندا. فبعد هذا الخبر اجاني يمكن بجوز 100 200 ايميل وتليفونات وواتساب وماسنجر وكل اللبنانيه اللي في لبنان قال لك في برنامج جديد خاص باللبنانيز فلو سمحت بدنا نقدم. قلت لهم يا جماعه ما في يعني عمره حكومه كندا عملت برنامج خاص للبنانيه، برنامج خاص للاردنيه، برنامج خاص للبحرينيه، ما في هيك شيء. يمكن يعني المحامي يكون نقل لهم الطريقه الموضوع بطريقه غلط، يمكن هو مثلا انه الحكومه الكنديه تقبل لاجئين من لبنان، تقبل مهاجرين من لبنان، بس انه طريقه ما بنقولوها للشعب برا انه برنامج خاص باللبنيز. اي واحد بسمع هيك يعني اكيد رح يجي يبيع اللي ورا قدامه ويقدم. صدقت. هلا انا بدي اقرا اخر جمله في الاجريمنت هاي او بالنوت اللي حاطينه، بقول لك individual الناس اللي بيدخلوا عن طريق اللاند بورت، هاي بدي اسال عنها سؤال. لاند بورت اوف انتري يعني عن طريق البر وبيعملوا ريفرجي كليم يعني بيعملوا طلب لجوء راح يرجعوهم للولايات المتحده unless هذا السؤال الثاني they meet of one of relevant exceptions في اشياء مسموح فيها انه يدخلوا under the STCA. فبدي اسالك اللاند بورت هلا الايربلين والشغلات هاي واحد جاي من امريكا عن طريق الجو او عن طريق المياه والاكسبشنز هاي شو هي؟ سؤالين مع بعض. اول اجابه، هاي اتفاقيه الثيرد سيف كونتري اجريمنت هي تنطبق فقط على الحدود البريه. ما بعرف 2004 لما مضوها ولا قرروها اتفقوا انه هاي اتفاقيه فقط للحدود البريه، من كتر ما الحدود كبيره ومن كتر ما الناس عم تيجي فعملوها بس على الحدود البريه. فاللي بيجي بالطياره لا تنطبق عليه الاتفاقيه هاي ابدا، بيقدر يقدم لجوء في كندا لانه يعتبر قانونيا على الاراضي الكنديه. رقم اثنين، موضوع الاكسبشنز. في بدايه الحوار اليوم قلت لك في ثلاث انواع من الناس اللي بيجوا لو متذكر على كندا. فواحد من الانواع هو كان الاشخاص اللي عندهم استثناءات، يعني بيجي على البر وبدخل على الحدود الكندية وبقول لهم بدي أقدم ريفيوجي. هدول الجماعة كتير أجوا منهم على المكتب عندنا، بيجوا على الحدود بقول لهم بدي أقدم لجوء لكندا، بقول له ممنوع ارجع لأمريكا في اتفاقية بيننا وبين أمريكا. بقول لهم لا أنا عندي واحد من الاستثناءات، for example واحد من الاستثناءات أنه يكون عندك قريب من الدرجة الأولى داخل كندا، أخته، أمه، أبوه، مرته، ابنه، لو في أي حد من هدول مقيم دائم أو كنديان سيتيزن لا تنطبق عليه اتفاقية البلد الآمن. فشو بيعملوا على الحدود؟ بيجي الأوفيسر بده يتأكد هذا الكلام مزبوط ولا لا، بقول له أنا والله أختي كندية. بقول له طيب شو اسم أختك؟ بقول له اسم أختي كذا كذا، أعطينا رقم تليفونها، أعطينا صورة باسبورها. بيحكوا معهم، في الإجمال بتكون هاي أخته واقفة على الحدود من الناحية الأخرى، يعني دايما شو عم بصير بتكون هاي الأخت واقفة جوا كندا. فبيحكوا معها بالتليفون، ألو مزبوط أخوك اسمه كذا كذا جاي يقدم لجوء عن طريق الحدود. فبتقول له مزبوط he's my brother وأنا Canadian citizen وهيني واقفة عندكم. ففور إكزامبل هذا الإكزامبل يعتبر إحدى الاستثناءات. أول ما يشوفوا أنه عنده أخت أو أخ أو أب أو أم بالإضافة إلى استثناءات أخرى، مثلا أطفال تحت ال 18 سنة لا تنطبق عليهم. إكزامبل لو واحد عنده مرته جوا كندا مقدمة لجوء لا تنطبق عليه الاتفاقية. في كتير إكسبشنز، هدول بفوتوهم وبرحبوا فيهم وبيعطوهم الباكج تبعت الريفيوجي كليم، بنصحوهم بقولهم لو سمحتوا ادخلوا على الأراضي الكندية وننصحكم كم تشوفوا محامي أو مستشار يساعدكم في موضوع اللجوء. هدول
بيجوا على المكتب بخبطوا الباب بيقولوا لنا انا جيت امبارح من امريكا بدي اقدم لجوء ساعدني. فبنبلش معهم القضيه ونشكر الله بتنجح القضيه وبنخليهم في كندا كبروتكتد بيرسون. اوكي طيب هلا في الموضوع اللجوء خلينا ندخل شوي عليه بس بالمختصر. في نوعين، نوع من خارج كندا زي اللي شفنا اللي صار مع بعض اخواننا السوريين، وفي من داخل كندا اللي هو بيقدم لما يدخل كندا زي الحالات اللي حكيتها. هل في فرق كبير في بينهم؟ في فرق كتير كبير بينهم. موضوع اللجوء اللي من خارج كندا هو موضوع كبير كبير جدا، من كتر ما هو كبير الناس في الوطن العربي يعني دائما بتلخبطوا. هذا الموضوع يمكن بده حلقة كاملة. أما الموضوع المتداول هو طلب اللجوء من داخل الأراضي الكندية. طلب اللجوء من داخل الأراضي الكندية باي لو، بالقانون الكندي، لو أنت موجود على أرض كندا يحق لك أن تطلب الحماية. هلأ هو جوا كندا هون ما بسموها ريفيوجي، بسموها ريفيوجي بروتكشن كليم، يعني شخص يطلب الحماية. وأغلب الأشخاص اللي بطلبوا الحماية بيكونوا من بلدان يعني ما بدي أقول لك لا تخطر على بالك، ولا فيها حروب ولا فيها مشاكل ولا فيها أني بروبلمز. بكون عندهم شخصية، قصة شخصية مش عارفين يحلوها في بلادهم، فبطلبوا الحكومة الكندية أنه تحميهم. فأغلب الموجودين على الأراضي الكندية وعنده personal risk، يعني عنده خطر شخصي أو عنده اضطهاد ديني، اضطهاد جنسي، اضطهاد أسري، عنف منزلي، يحق له يطلب الحماية. طبعاً مش الكل بياخد approval، مش الكل بيتم الموافقة عليه. الحكومة هون عندهم ناس مدربين، الأوفيسرز بقعدوا مع طالب الحماية 3 ساعات 4 ساعات داخل المحكمة، بيسألوهم 10,000 سؤال ليتأكدوا أنه فعلاً هل هو هذا الشخص محتاج حماية كندا ولا عم بيحكي أي كلام. فلو لقوه صادق بيحموه وبالتالي بيحصل على البيرمننت ريزيدنسي. لو لقوه غير صادق بيقولوا لو سمحت لازم تترك كندا، بيعطوله تاريخ للرحيل من كندا. يعني الإجراءات من داخل كندا بنقدر نقول عليها أنه أسهل شوي من خارج كندا، بس استيل يجب أن تكون عن صدق وعن أدلة وعن واحد عن جد محتاج الحماية، مش أي بني آدم هيك خطر على باله يقدم حماية راح تحمي كندا. يعني هي القصة وسبب اللجوء هو أهم شيء في الموضوع. سبب اللجوء والخوف، لازم الشخص يكون عنده فير. هذا الفير في القانون كتير كتير فسروه، في subjective fear وفي objective، يعني موضوع كتير طويل. بس الخوف لازم الشخص يكون عن جد عنده خوف متملكه من العودة إلى بلده. يمكن خايف من مرته على... لو خايف من مرته هذا أكبر أكثر شيء بدعو إلى اللجوء. لا لا، الستات خير وبركة كلهم. طيب انا عندي سؤال الان. انت زي ما بتحكي انه معظم كثير في ناس في الوطن العربي بدهم يحاولوا يعملوا لجوء او يجوا على كندا باي طريقه. ليش؟ لانه اللي بسمعوه بالاخبار او من النصابين انه كندا بلد الاحلام، بس تنزل انت بالمطار بيستقبلك رئيس الوزراء بسيارته الخاصه، بنزل لك المصاري على البنك كل أول شهر، بيجي بتطمن عليك كل يوم، شقة مفروشة، كل هذا. هل هذا في منه؟ احنا عارفين الجواب بس بدنا نسمع منك. الكلام هذا طبعا غير صحيح أبدا. كندا بلد ممتازة وفيها كل اللي بيحلم فيه البني آدم، بس مش بالطريقة اللي بيعرضوها بالإعلام العربي أبدا أبدا. فيها صعوبات كتير وبدها جهد، والوصول إلى كندا ما يعني مش سهل زي ما الناس متخيلين. في شغل وفي اجتهاد وفي امتحانات وفي تعليم وفي أوراق. يعني في كتير ناس بيحكوني مثلا بيقولوا لي أستاذ طارق والله إحنا قررنا نيجي على كندا،
بقول له والله مين اللي قرر؟ انا وامي واختي واولادي، يعني احنا حوالي 10 اشخاص بدنا نيجي على كندا هيك بركي الشهر الجاي، فقديش بتحب ندفع لك عشان تجيبنا على كندا؟ في اعتقاد خاطئ انه موضوع كندا هذا بس الانسان يقرر انه بده يجي على كندا، كندا موجودة وقاعدة وتستقبلهم بالاحضان زي ما انت حكيت. الموضوع مش هيك ابدا، الموضوع فيه بروسيجر وفيه ريكويرمنت وفيه اليجيبيليتي وفيه ورق وفيه امتحانات، يعني لازم الشخص يقتنع انه لازم يعمل مجهود عشان يصل الى كندا الصراحة. طيب، في سؤال مهم يمكن بخطر على بال كل شخص، اللي بيقدموا لجوء أول إشي قديش بدفعوا رسوم للحكومة الكندية كتقديم للجوء؟ والشيء الثاني، هل كل الطلبات اللجوء تقبل في كندا ولا في عدد كبير لا يقبل؟ هلا اول اشي حكومة كندا ما بتاخد ولا دولار على طلبات اللجوء، طلبات اللجوء مجانية free of charge. اي حد بيحكي كلمة انه بدي منكم مصاريف للحكومة الكندية عشان طلب اللجوء، هذا يعني دايركتلي بكون نصاب. وللاسف كثير من الاخوان السوريين تعرضوا لهذا الموضوع وحكوني انه بيقولوا لهم في سوريا او في العراق او في تركيا ادفعوا 10,000 دولار 20,000 دولار بنقدم لكم لجوء. ممنوع اي بني ادم يستغل ضعف اللاجئين انه ياخذ منهم مصاري باسم حكومة كندا، هذا ممنوع كومبليتلي، ضد القانون ويؤدي الى سجن. بس في من هدول الفلوس أحيانا بكون الرسوم تبع أو الأتعاب تبعت المستشار ولا؟ أتعاب المستشار هاي خدمة خاصة، هذه برايفت. أتعاب المستشار بتفق المستشار مع اللاجئ مباشرة، ومش مش ممكن يدفع عن طريق أقاربه، عن طريق أصحابه، عن طريقه هو. بس حكومة كندا ما بتقبل مصاريف أبدا على موضوع اللجوء. هلا في شغلة اسمها الكفالة الخماسية، هاي كمان موضوع كتير كبير بده يمكن حلقة أخرى. الكفالة الخماسية حكومة كندا بتطلب الكفلاء يكون عندهم مصاري ويدفعوا بعض المصاريف، مش اللاجئ أبدا. لازم 5 كفلاء من داخل كندا يكون معهم. أعتقد في ألو لاج في أيوة في لاج في الإنترنت عندك. أيوة ألو سامعينك في لاج في الإنترنت. يا دكتور سامعني؟ سامعك تفضل. دكتور، والسؤال الثاني، طبعا مش كل طلبات اللجوء يتم قبولها ابدا، لازم تكون القصة منطقية وصادقة وفيها دوكيومنتس ويكون معاك مستشار جيد او محامي جيد عشان يتم قبولها. كتير ناس بقدموا طلبات لجوء وبيتم رفضها. طبعا اي حد طب بيقول لك انه الكل يقبل، هذا كلام غير صحيح. هل في نسب عندكم بتحكي هذه النسب القبول والرفض بالسنة كل سنة ولا ما بعطوكم الأرقام هاي؟ في نسب، بس النسب انا بعتبرها مضللة، ما بحب اناقشها مع الـ مع الـ مع الاشخاص، لانه بتعتمد يعني حسب الأحوال اللي في الكرة الأرضية، وين في حروب، وين في مشاكل، وين في كذا، فالنسب مضللة. بس أنا شخصيا الأشخاص اللي معهم قصص منطقية ومعهم دوكيومنت ونقتنع في قصته وإحنا بنمثله قدام الحكومة، نشكر الله النسبة فوق 90%. طيب، يعني الموضوع واضح بالنسبة للأجريمنت، الآن احنا فهمناها. بالنسبة لموضوع اللجوء تقريبا فهم من داخل كندا، وخارج كندا زي ما حكى المستشار طارق انه موضوع كبير، ويمكن احنا غطيناه في اكثر من مرة، لكن الموضوع يعني مش سهل انه نناقشه بهذه الحلقة اللي احنا بنحكي فيه اليوم عن موضوع الاجريمنتس هاي اللي كانت بين كندا وامريكا، وقررت الحكومة انها او قررت المحكمة المحكمة الفيدرالية الفيدرالية انها توقفها. الوضع حاليا ما زال كما كان عليه،
إلى أن تقوم الحكومة الفيدرالية بأي طلب أو قضية أو إعادة نظر في القضية. طيب خلينا نحكي الآن عن اللجوء، هل في كوتا لدول فعلا؟ أنا سمعت في بعض الدول إلها كوتا، في دول إلها كوتا أكثر باللجوء مش بالهجرة. هلا موضوع اللجوء زي ما حكينا، في برا كندا وفي جوا كندا. اللاجئين اللي من جوا كندا ما في كوتا ابدا لموضوع الجنسيات او الدول. اي بني ادم على الاراضي الكنديه يسمح له تقديم طلب الحمايه، ما في كوتا. هلا في بعض البرامج اللي هي تبعت الخارج كندا، في سبونسرد ريفيوجي بروجرام، في كوميونيتي ريفيوجي بروجرامز، في جروب اوف 5، في الكفاله اللي بسموها الكفاله الكنسيه او whatever متعارف عليها في الوطن العربي بالكفاله الكنسيه. هدول بيعطوهم بعض الكوتز، بس لداخل كندا ما في ابدا ولا كوتا ولا شيء. طب في عندي سؤال، يمكن سؤال مهم. لو واحد اجى وقدم لجوء لحاله وقبلته الحكومه وزوجته وابنائه ضلوا في البلد اللي هو جاي منهم، هل لازم يعمل لهم سبونسرشيب ولا بيقدر يضمهم معاه في الابليكيشن لما يعمل البي ار؟ هاي الحاله اللي بتقولها دكتور كتير كتير يعني متعارف عليها في قضايا اللجوء، لانه دائما اغلب الاشخاص اللي بقدموا لجوء بعرفش يعني دائما اغلبهم بكون شخص واحد او شخصين، يعني بيجي الرجال لحاله او المرأة لحالها بتقدم طلب لجوء، وبكون جوزها وبقية اولادها ما زالوا في البلاد. فبس تقدم انت طلب اللجوء بتقدمه عن نفسك او عن ابنك اللي معاك جوا كندا، ما بتقدر تقدم طلب لجوء عن اشخاص برا كندا. بعد ان يتم قبولك بيعطوك اشي اسمه 1 year window. شو ال 1 year window؟ يعني معك 1 year سنة كاملة بتقدر تقدم permanent residency مباشرة لزوجتك ولأولادك اللي خارج كندا، ولا sponsorship ولا طلب منفصل ولا اشي، بس يجيك قرار المحكمة باللجوء بقبول ال refugee protection claim، بيقولوا لك please apply for your permanent residency، يعني قدم لإقامتك الدائمة في كندا أنت والشخص اللي معاك في كندا. وفي نفس الطلب تقدر تشمل مرتك وولادك اللي خارج كندا وبيجوا مباشرة كمقيمين. لهم الأبناء اللي أقل من 18 ولا 21؟ 21 21. طيب بالنسبة للولادة، هلا في بسمع ناس كتير بيجوا يخلفوا بكندا عشان الولد يأخذ جنسية، هل الولد بعطي الجنسية لأمه وأبوه إذا ولد؟ لأنه هذا سؤال كتير بتكرر. والله أنت يعني بتسأل الأسئلة على العصب كأنك قاعد معنا في المكتب. في كمان كتير إشاعات مغرضة زي ما بنقول ان الولد بيعطي اهله الجنسيه الكنديه. هذا الكلام غير صحيح اطلاقا. لحد هذه اللحظه المولود اللي بيولد في كندا بيحصل على الجنسيه الكنديه، مظبوط، بس اهله ما بيساعد اهله اطلاقا انهم يقدموا على اقامه او على جنسيه. لازم يقدموا طلبهم لحالهم ويعملوا النقاط تاعتهم والامتحانات والكل كل شيء، فما بيساعدوا الأبناء يعني حتى بالنقاط ما بيساعد. لا حتى بالنقاط ما بيساعد، يمكن بيعطي 5 نقاط. أما الأبناء أما الأبناء الكبار بالعمر اللي بيشتغلوا بيقدروا يكفلوا أبوهم. يعني بدك تستنى لما يكبر ويبدأ يشتغل عشان يقدر يسحبك. بدك تستنى ليصير عمره 18 ويشتغل 3 سنين ويصير عنده إنكم، يعني صار عمره 25 عشان يقدم على طلب سبونسرشيب. فالموضوع يعني مش سهل. طبعا احنا نشكرك كتير،
المعلومات اللي أفدتنا فيها مهمة جدا. اللي بحب يتواصل مع المستشار طارق، هاي الإيميل والتلفون والويب سايت، زي ما حكينا برضو ممكن تلاقوا المعلومات هاي على 3 best، خليني بس أحكي الموقع صح، 3bestrated.ca 3bestrated.ca، وممكن تجدوا المستشارين الهجرة اللي هم يعتبروا أفضل 3 حسب الموقع. والأستاذ طارق زي ما شايفينه أول واحد، وهون المعلومات تبعت الموقع تبعه الانفورميشن، إذا ما لقيتوهم على الفيديو فممكن تروحوا هناك. أستاذ طارق أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، رح أعطيك دقيقة دقيقتين قد ما بدك، إذا بتحب توجه رسالة للجمهور، بتحب تحكي شغلة إحنا نسينا نحكيها، تفضل. شكرا دكتور جمال على الاستضافة، كانت حلقة رائعة وأتمنى تكون مفيدة لجمهورك وللناس. والإشي الوحيد اللي بتمناه من الناس الراغبين في الهجرة إلى كندا من الوطن العربي بالذات، إنهم يتأكدوا الشخص اللي بتعاملوا معه هل هو شخص معتمد وفاهم في الإميجريشن تو كندا، ولا مجرد هدفه الوحيد إنه ياخد المصاري ويختفي. لازم يتأكدوا ويعملوا الهوم وورك. يعني الكاستمرز الكلاينتس اللي عندنا من الوطن العربي بحسهم شوي كسولين، ما بحبوا يروحوا يفتحوا الويب سايت ويقروا بحبوا كل إشي على الجاهز. فالناس اللي بنحكي عليهم نصابين أو غير معتمدين بيستغلوا هذا الكسل وبيقدروا ينصبوا عليهم، فيقروا ويجتهدوا ويحسنوا لغتهم الإنجليزية ويعادلوا شهاداتهم من كندا ويقرأوا عن نظام اللجوء، يقرأوا عن نظام الكفالة، ويحكوا مع مستشار معتمد، مش بالضروري أنا، يعني أي شخص معتمد داخل كندا يثقوا فيه ويقدموا إلى كندا، ما يقدموا عن طريق المكاتب الغير معتمدة. وأتمنى للجميع النجاح والتوفيق إن شاء الله. شكرا لك. أنا باسم كنار تي في حابب أشكرك شكر جزير على وجودك معنا اليوم، اعطانا وقت متأخر من وقتك، ولكن شكرا لك كثير. حاب أذكر جميع بحلقات يوم غدا إن شاء الله الساعة 5، كونوا معنا في أجمل مطبخ مع نادية، حتعمل طبخات هيك عيدية يعني على العيد، شغلات زاكية. الساعة 7 حيكون معنا الدكتور أحمد في حلقة عن الإكزيما وهذا المشكلة الكبرى اللي بواجهها ناس. وفي الساعة 9 أو 9 وربع خلينا نكون واضحين، لأنه الساعة 9 حيكون الإفطار، فالساعة 9 وربع حنكون في مسار مهنتي مع حلقة مع الدكتورة دعاء، حنتكلم عن مهنة البروجكت مانجمنت أو إدارة المشاريع في كندا، كيف ممكن تشتغل هاي المهنة. نشكركم جزيلا على متابعتنا ونقول لكم تصبحون على خير، كل عام وانتم بخير، مع السلامة.